وخلال نشرة سابقة أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية في مجمع السلمانية الطبية أن وزارة الصحة تواصلت مع كافة الجهات المعنية لتوضيح كيفية الاشتباه بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. قامت وزارة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في وضع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع هذا الفيروس حسب المعايير العالمية، ومن ثم التواصل مع الجهات المعنية وذات الصلة في كيفية الاشتباه بهذه الحالات وكيف يمكن رصدها وحتى التأكد من خلوها من المرض والإصابة بحسب تعاليم منظمة الصحة العالمية. بالنسبة لوقاية المقيمين أو المواطنين، احنا نحب أن نشير إلى الانتباه للأعراض المصاحبة واللي بتكون ممكن متمثلة في الإصابة بفيروس الكورونا المستجد. احنا نتكلم عن ارتفاع في درجة الحرارة، ضيق في التنفس أو السعال، أن يكون هذا اللي يكون عنده هذا الأعراض يكون أنه قادم من أحد الدول الموبوءة، نعم. أو أنه كان عنده مخالطة بأحد المصابين أو عنده مخالطة مع أحد المسافرين والقادمين من هذه الدول. في حالة شك المريض بهذه الحالات ننصح طبعا بالالتزام يكون موجود في غرفة منعزلة في المنزل، الاتصال مثل ما تفضلتين برقم 444 حيث سوف يعطى الإرشادات اللازمة ويتجنب الاختلاط مع أي أحد، ويعطونا اللي هو الفريق الطبي الكل مختص بهذا الموضوع. تعليمات الوقاية من التعرض لفيروس كورونا: غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بشكل دوري مع الحرص على استخدام معقم اليدين، تنظيف الأسطح والأشياء التي يتم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها جيدا بصورة دورية، غطي فمك عند السعال أو العطاس وتخلص من المناديل المستخدمة بالطريقة الصحيحة، تجنب لمس أي شخص يعاني من الحمى أو السعال.